وللوقوف على دلالة ورسائل الاستعراض العسكري الذي قامت به ميليشيا الحشد برعاية وحضور رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، أهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أستاذ مصطفى، انطلاقا من حضور رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي الاستعراض العسكري الذي نظمته ميليشيا الحشد، ماذا يعني حضوره للاستعراض؟ لقد سمع العالم جميعا الهتافات التي انطلقت بأصوات الميليشيات وهي تهتف نعم لخامنئي ونعم لسليماني، وحضور رئيس الوزراء عصابة المنطقة الخضراء إلى هذا الاستعراض يؤكد رضاه وقبوله بكل هذه الهتافات وبكل الولاء الذي تحمله وتعبر عنه إلى الولي الفقيه المرشد الإيراني علي خامنئي وإلى فيلق القدس في الحرس الثوري تحديدا، وأيضا يعني تؤكد أن الحشد هو الذي يقود السلطة في العراق وليس ما يدعى من أن السلطة بأجهزتها الأمنية والعسكرية والقيادة العامة للقوات المسلحة وما إلى ذلك هي من تتولى قيادة هذه الفصائل الميليشياوية، وهذا يعني أيضا أن المؤسسة الحاكمة التي يتزعمها الآن مصطفى الكاظمي مسؤول عن كل الجرائم التي ترتكب باسم الحشد. نعم. أو التي يرتكبها الحشد فعلا. كيف تفسر هذه العلاقة بين الكاظمي والميليشيات الموالية لإيران باعتباره قائد للقوات المسلحة في الوقت الذي اتخذت الميليشيات، أو قائد سابق كانت الميليشيات تابعة للعتبة، اتخذت قرارا بعدم المشاركة في الاستعراض؟ الذي يعرفه المطلعون ويعرفه كثيرون بالحقيقة وليس المطلعين فقط، لأن هناك أخبار كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع، الكاظمي لم يأتي إلى منصبه إلا برضا مباشر من إسماعيل قاآني زعيم فيلق القدس في الحرس الثوري، وبرضا وتوافق الميليشيات وبأوامر كما قلنا الحرس الثوري، وليس برضاه فقط، وبالتالي فهو مدين بهذه الميليشيات بوصوله إلى هذا المنصب وأيضا بديمومة وجوده فيه، وبالتالي فهو تابع تماما وخاضع تماما لهذه الميليشيات، وهو اليوم تحدث بشكل غريب ويعني مستفز ربما لم ينتبه كثيرون إلى ما قاله، وهو أنه يريد استعادة العراق من خلال أو مكانة العراق من خلال هذه الميليشيات، وهذه رسالة واضحة لمن يفهمها، وهي أن الميليشيات هي من ترسم حدود ومديات السياسة والنفوذ العراقي المفترض، وبالتالي هذه حقيقة أشبه برسالة قوية وربما صفعة لأولئك الذين يتحدثون عن محاولة استنقاذ العراق من الميليشيات بالتقرب إلى مصطفى الكاظمي ودعمه، ويعني من الدول العربية ومن الدول الإقليمية التي تتحدث عن هذا المجال. اليوم الكاظمي أعطاهم يعني رسالة واضحة، وهذه الرسالة تكتسب أبعادا إضافية من خلال أنها تأتي في عشية القمة الثلاثية المرتقبة مع الأردن ومصر، وهما دولتان عربيتان يهمهما أمن العراق واستقراره وأمن واستقرار المنطقة، فإذا به يوجه مصطفى الكاظمي هذه الرسالة التي تتحدث عن استعادة دور العراق من خلال الميليشيات وليس من خلال الدبلوماسية العراقية يفترض، أو من خلال القوة العراقية الرسمية المتمثلة بجيش العراق. كيف يفسر الترويج الدولي لصورة الكاظمي على أنه رجل التوازنات في العلاقات الأمريكية الإيرانية بالعراق، وما مدى صحة ذلك؟ أولا هذا الأمر غير صحيح، وهو محاولة لخداع العراقيين واستمرار
قتلهم وتدميرهم بمشاريع جديدة وتمرير هذه المشاريع وتمرير المدد الزمنية التي تستنزف دماء أموال العراقيين وتسفك دماء العراقيين وتمنعهم من أي فرصة للنهوض واسترداد بلدهم. بكل تأكيد هذه التوافقات الدولية التي تتحدث والإقليمية التي تتحدث عن الكاظمي رجل مرحلة التوازنات ويحاول استخلاص العراق واستنقاذه من الميليشيات الإيرانية ونفوذها، هذا أمر غير صحيح، وهو اليوم أكد بمنطق بلسان واضح خلافا لما هو معروف من أنه يتلكأ ويتردد في الكلام، اليوم أكد بلسان واضح أن الميليشيات هي من ترسم نفوذ العراق في المنطقة، وهذه كما قلت رسالة وصفحة يجب أن يفهمها كل أولئك الذين يعني يتوسمون أملا أو يزرعون أوهاما في الحقيقة من خلال دعمهم لمصطفى الكاظمي. بوصول إبراهيم رئيسي للرئاسة في إيران، إلى أي مدى سيؤثر ذلك على مسار العلاقات العراقية الإيرانية؟ وما الرسالة المراد إرسالها من حضور الكاظمي لاستعراض ميليشيا في شوارع العراق تدعمها إيران؟ الرسالة تعني التبعية الكاملة لإيران، وأن لا نفوذ غير نفوذ الحشد، ولا قرار غير قرار الحشد، ولا سلاح غير سلاح الحشد. وهذا السلاح بالمناسبة اليوم حمل طائرات مسيرة هجومية من التي تهاجم المملكة العربية السعودية انطلاقا من اليمن، وهناك أنباء عن أن الميليشيات الحوثية تتفاوض مع الجهات العراقية للحصول على هذه الطائرات المسيرة، وهو طبعا كذبت ميليشيات الحشد أن هناك عرض بالطائرات المسيرة سواء الهجومية أو الاستطلاعية، في حين كل القنوات بما فيها المؤيدة للحشد والتي تنطق بلسان هذه العصابات أكدت ذلك، وظهرت الكثير من الصور، ونحن في وجهات نظر نشرنا العديد من الصور حول هذه الطائرات الهجومية. هذا من جانب. وموضوع وصول رئيسي إلى سدة الحكم في إيران، أنا لا أعتقد أن هناك أي تغيير في السياسة الإيرانية تجاه العراق أو تجاه المنطقة، لأن من يرسم بمجيء رئيسي يعني، ولأن من يرسم السياسات هو المرشد الإيراني علي خامنئي وجهاز الاطلاعات والحرس الثوري، وبالتالي يعني لا مجال أو لا مكان لسياسة الرئيس أيا كان، وتبدل الأسماء وتبدل عمامة بيضاء بعمامة سوداء لا يعني شيئا. المرشد خامنئي هو من يرسم هذه السياسات، وهو من يحدد أصلا المرشحين، وهو الذي يعني انتخب وقرر أن يكون رئيسي، هو رئيس جمهورية إيران وليس الشعب الذي ذهب إلى هذه المسرحية التي يعرف الجميع كيف دارت وكيف حسمت. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، حدثتنا لنقاش هذا الملف.